في الجنوب أي أنك كنت تريد خيانة الشعب، ها هو خانك، ها هو أصبحت في الحضيض. أما هذا الشعب فمنتشر لا محالة، سيصل إلى ما يريد لا محالة. أحببت أن كرهته أنت وجنرالاتك، أحببتم أن كرهتم، هذا الشعب له إرادة، سيصل إن شاء الله إلى دولة ديمقراطية شعبية حرة مستقلة لا خيانة فيها ولا سرقة ولا تزييف ولا سرقة الانتخابات بإذن الله. وأنت ما عليك إلا أن تقبل الآن، الشعب قرر وقرر أن يذهب إلى البعيد البعيد البعيد، قرر أن يذهب إلى ما دون النجوم، وأنت ما بقي لك إلا أن تستقيل تسلم، وحتى وإن استقلت ستتابع قضائيا. ثم أقول لك كان من المفروض المحامي يتحاسب الأول هو عبد العزيز بوتفليقة وإخوانه عائلة بوتفليقة، لماذا لم تحاسبوا بوتفليقة وإخوانه؟ لماذا تتكلمون عن سرقة شلال وعن سرقة يحيى وعن سرقة فلان فلان بينما سعيد بوتفليقة لا تتكلمون عن أفعاله؟ لماذا؟ لأن هناك شيء مختفي ألا وهو